قام 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 يبغى ياكل يبغى ياكل ويوكلني الله يرزقك بنجم اليوم يا رهن يا رهن تغلب يستاهل يستاهل العيش العيش تركيكم يا حاتم انت وخالع اللي بياخذ اخر عشاء من شاورما كينج من غشر اي والله العيش اللي غادي اللون بالعكس بتكون سفير من برا وهيني قصدي دخل القناة انا كواب ما جربتها فاتك نص عمرك اتبع المصلحه يا اخو اعطوني الشباب اعطوني الاكواب يا شباب هو يبين لي وراه اعلانات الرجال اوكي عشان تطلع لكم يا اخوان على الشاشه الشورم اللي غادي لونها الاكواب الاكواب نسيت منهم بجيب تذكر باب تذكيري الثوم الثوم صب لي باب دواء بريوش راح كله يطش راسي وجههم بريوش 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 ايش تاكل لا والله ما يجي باخذ البرجر ثقيل ثقيل علي والله تعال يا عيال باقي على نتائج 24 ساعة باقي على ايش؟ خلاص انتهينا بس ما والله ما لها مكان بكره زي كل احنا متوجين ورايحين بس مقفي بكره مهلوك الى العلا درس في صدى عندي ها؟ قبل 10 الو؟ رايحين 10 احنا عندنا يوم وكنت ولا ورا الناس عدو الحزن أنا عدو الفراق ليلة كانت أحزان حملة ثقيل تدري متى تطلع مع الباب؟ تنتين تنتين ونص بس اسمعوا يبي لها حاجة يبي لها نحجز فندق قبل أن نطلع من القرية عشان بكره ما تطلع انت من هلك تدور حبيبي بكره عقصي ما ان شاء الله قصد بيحمل الدرع رغم الله خيلها امشي والله يا درعنا اخوتكم يا اخوان شمبا لا ما هذه ما يبي والله انا درع وانت دروع والله رجيف فايزين فيكم اخوتكم والله سيف سيف والله فوز بخواتكم والله ما اقصد ادري مساك ادري والله اني ادري ناموس واحد يا عيال بالله ومن ناحية عرفت مقطع ذاك اللي يقول لا وبدا حاسب يا باس انا قاعد اتاملكم يا عيال عشان اشبع منكم ما شبعت سبع شهور لا والله ما ادري السنابات بتشوفوا وجهنا لا بفلاتر السنابات هنا بدون فلاتر بالفلاتر حتى ابن عبد العزيز سعود يوه شو قال بيجي اليوم والله بكره ان شاء الله تشوف 27 كله ما حد بيجيك احنا نطلع الحين صح 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 صدق كلام حقيقي أوروب إذا أنت اسمعني تراك كلمك أعطي حمد منح لا منديل منديل أعطي منديل أعطي منديل هنا يا رجل ما فيه منديل هم جابوا اسمع لأخوياك بمبي حلا فيه عينها علي فيدك 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 نفدع أنا شايف أشوف العيد ما هي شايف بعد والله زعلان والله شي زعلان أنا مرة ليه؟ ما أدري عشان الرايح كله لا ما أدري لا بكرة ما يمديه يجمع نقاط ما عاد يطلع علبك ما في بث يا هلا بك يا هلا بك هلا بك حي من عجبك الريح مرحبا بك يا هلا الدبة يعني في اخر لا لا عباس اضربي لا عباس ما تصوت لي اكل يا مسلم حس يا مسلم ما عندك دم يا مسلم يا ما يقول لا لا ما نبي اطرح ما نبي طرف ثالث يا مسلم حس ابريوس خلصنا يا مسلم حس يا مسلم حس اخر يوم اخر يوم انا المفروض انك يعني تجمل 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 عطني كاسه اخر يوم ما تصوت لي وانتبه من ناحيه تسولف بعد هذه لازم نقولها بكره ان هذه يا سيف ابو غرج اللي لك مني تعال 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 ارفع 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 الشماغ وش حسبها طفيزه عقال عقالي طرحوه طرحوه لا دقيقه وريك فنيل اصبر لا 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 استهبال اوه نجم الجمهور استهبال هي هاي ابو حميد الشمع ايش ذا الثوب الثوب يكب الثوب هذا مو ذوبي ذا يكب يا رجال بس والله زين والله حلو والله عليك زين عباس عباس ها يا عيون عباس معي اعطني اياه ليه؟ باخذ عقالك عقالك بالمغسله بعد يلا ثواني يا ابن حاها هذا الحين اصبر اصبر انا جاي لها اصلا اي والله يا طش راسي شوف الفخار ما تعشيت في رجلي يسحول قبل ما تعجون ايش هذا ايش اسمه ذاك؟ اجي بوشه ايش هذا الحاشي؟ والله انا الطبع نفسي
والله زين زين يا خالد زين اخر يوم واخر وجبه ما تناديني والله حتى برا مطعم تروح هناك والله ما خليك تاكل والله يحلمك لا ذاك ما عدنا ما عدنا انت ما تشعل وجهه ستيك والله ما تشده ها ايش قصدك خدق نزودك انا موجوده يا خشي خش جلبك والله انا هطلع يا ظهر الرجال يا اخي اوريك انت مش احمد اذن اصبر صب 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 صدق انا اجيب 16 مليون الحاله هذه هذا تجيب المنقيه ابي لي سواب مليون شوي يا ابوي شوي خلص كل شيء جوعان انا يبوي خلص كل شيء جوعان يا اخوي اخر يوم خالد الروقي جالس تبي عزم ابي بياكل كل شيء راح كانك مسبح يا ابوي هلا هلا ابو حماد تعال تعال فديك روح تعال هلا هلا عيوني انا هلا هلا ربع مو بمشي هلا 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 مديت لا صب صب خل بديت يا زين يا ناس يا زين يا حياتي يا حياتي يا محمد تبتلي هاي بشيطانه مرينا عطني ذا الكاس انا صب زي ما هو صب انا لله عطني كاس صح امسك لك اخر يوم المعلم اخر يوم يا اخوي صب زيد رزقك صب والله مو صب والله طيب ترى الكاس ذا ملي معك اياه انحر شوف رابع كوب امس فهود والله هذا كاسك هذا مطير على هذا كوب انت لا نصدم فهودي والله نصدم روح قول لابوك يوسع باب البيت ليه؟ من النص بس زوايد بس زي كذا قوس عشان يدخل وجهك هذه جنوبك كلها من تحت الجوم يا ولد اذا تحت شنبك المفروض انك كمام ذا ما هو شنب قول ما شاء الله عباس طاح مستواك يا عباس طاح جوعان 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 لا انت بتصير معهم تكفى اسف عباس هلا هلا ابو ماضي اخو نور اصد شوف والله انه هو والله انه هو شوف اول سندوش هذاك واكل هلا ابو ماضي هلا هلا ما كلت كل واضي تعال تعال ابوي هناك تعال تعال يا هلا يا هلا وش؟ شو صح كله خلص جرب راح انت وعمل الوان لابسه اخر 20 يوم بحل والله عاد انت اختيارك بيت بيت لا والله خالد عبيد انا جاي يا بغي يموت انا شهر مبحله هو من حق بقرا اربعه قاعد عزز 40 يوم انا قلت حبيبي انا هي 40 بس سيف انت مع اخوان بقول شيء لو سمحتم يا اخوان وحده الصف اشتغل وقلطين لا اله الا الله نبي نحلل كل من اشاء او زعلنا او اي شيء من جمهور او واحد مسامحين انا باسمي انا يا هباس انا والله ماني مسامح انا والله بصرك حساب واحد بصرك اما انا يا هباس اما انا يا هباس مبارك مسامح وحلل نسيت ذوقك واعتذر عن كل شيء قلته نسيت واحد ابو مناح يضم صوته لصوتي وانا مسامح انا مسامح هلا ابى اتكلم يا ريجيت انا ما خلصت انا ما خلصت من يوم 1 سكريبت الى اليوم 98 انا يا هباس وضم ابو مناحي صوتي لي وسالم عبدالله انا بتكلم وحاتم مسامحين ومحللين وعبد العزيز الاسلمي وخالد وفيحان وانا يا هباس لكن انا راح اتكلم انا ابد كل واحد انا مسامح انا مسامح ومحلل كل من اساء او غلط على هباس او اي شيء من قريب ولا من بعيد مسامحكم واعتذر عن كل شيء سويته ومرضاكم سامحني خالد لكن خالد الروقي لن اسامحه الا اذا عشاني شهر كامل يوميا حتى اللي قالوا عنك متسابق خفي كلهم وانت بيحساب قال انك متسابق خفي الله يوفقك لا يا عيال التسامح توقف يوم السامح ما مداكم ومن عبوا اصلح فاجر على الله امزح معك انا امزح والله والله يبيح منهم هلا ذاك الحساب جننا لا يكون في بالي خالد لا يكون في بالي عشان انا جنني يا رجل في ذمك اسالك بالله يعني اخر لقمه بعد تاخذونها جمزكم اخر لقمه جم. طيب عيال بالنسبه لسلطان اسمي خالد قلبي هسه اشكر
يا كم مرة قلنا أشكر في البرنامج؟ وصلني 1200 مرة كل واحد. باحة الشكر باحة الشكر. الله يتعدوكم ما أنا فيكم شيء كل من حتى لآخر يوم. يعني غلط على صف سواء متسابق أو مشاهد. غلطوا عليك أخوياك كيف متسابق غلطوا عليك؟ لا لا قول لو لو طبيعي أنبياء كلنا نغلط على بعضنا إحنا ما ندري. صح إيه. إلا صح. إلا صح. سلطان أنا قد غلطت عليكم. يا أخويانا سامحوني وحلوني كان بدأ شيء من الباس. الكل مسامح وبحل. لا لا شل أمغط وجهك ويدروني بدر مني أي شيء. أنا الرابع بالنسبة لي اللي زعلان يطق راسه 70 جدار. زح شلون زح؟ أنت زعلان؟ إيه. ليه الزعل يا سيد كل المزاعي تزعل وانا ما جاك مني خطية يا عود مخزن بين خلال المساعي يسقيك ربي صح ولا عجل سامح العموم سامحتكم يا جمهور سامحتكم يا عباس يلا عليكم السلام بالنسبة لي أنا وشوبة شعب جمهور والله يا